أهلا بكم من جديد. فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية 87 عطاء ل16 مناقصة تقدمت بها 10 جهات حكومية، وبلغ إجمالي أقل العطاءات 15.29 مليون دينار، حيث فتح المجلس مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتطوير شارع في منطقة عراد تشمل إنشاء وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار والأرصفة وحواجز السلامة والعلامات المرورية وأعمال الإنارة ووضع إشارات ضوئية بدعم من الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بعطاء وحيد تقدمت به شركة شيد كوربوريشن LTD بلغت قيمته 6.188 مليون دينار. كما فتحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مناقصة لمشروع مجمع الخدمات الاجتماعية الشامل بمدينة عيسى بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تنافس على المناقصة 6 شركات، وتقدمت شركة داون تاون كونستراكشن كومباني بأقل العطاءات بقيمة تفوق 7.33 مليون دينار. أنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من أسهم البنوك والاستثمار والخدمات، وصعد المؤشر العام للسوق بنحو 0.42% إلى المستوى 1454.97 نقطة، محققا 6.6% نقطة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 44,757,672 سهما ووحدة، وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها 61,182,843 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 489 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 25 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 6 أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات باتلكو. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. دشنت مايكروسوفت من برج العرب في دبي رسمياً أول مركزين من مراكز بياناتها الضخمة هايبر كلاود في الشرق الأوسط في دبي وأبوظبي، وذلك بهدف دعم مبادرات التحول الرقمي في الإمارات والمنطقة والعالم، فيما أكدت مايكروسوفت أن مركزي البيانات سيرسخان ما كانت الإمارات مركزاً عالمياً لخدمات الحوسبة على مستوى العالم، خصوصاً مع وجود طلب كبير جداً من شركات عالمية لديها عمليات في آسيا والشرق الأوسط لنقل عملياتها الحوسبية إلى مركزي بيانات الشركة في الإمارات، واللذين سيشكلان جزءاً رئيساً من المنظومة العالمية لمراكز البيانات التابعة لمايكروسوفت حول العالم. سرحت شبكة بي إن سبورت الإعلامية القطرية ما يقرب من 20% من موظفيها إثر خسائر فادحة في الأسواق والتراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة، وذلك وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية. وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة بلومبرج الأمريكية
إن الشركة سرحت حوالي 300 موظف في قطر من القوى العاملة المحلية، لافتا إلى أن هذا الرقم غير معلن. وقالت الشركة في بيان لها إنها اتخذت بعض القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالها. كما ذكر المصدر بأن الدوحة ضخت خلال عام 2016 أكثر من 677 مليون دولار لتعويض خسائر الشبكة التي تعتمد في تمويلها على النظام القطري، وذلك بعد خسائر الباقة القطرية المتصاعدة والتي وصلت إلى ما يقارب مليار دولار. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: لا يزال التاكسي الطائر يواجه تحديات تقف أمام التطبيق التجاري رغم اجتهاد شركات النقل. افتتحت مجموعة بي اس اي بيجوستيروان الفرنسية مصنعا جديدا للسيارات في المغرب، تقدر طاقته الانتاجية ب 100 ألف سيارة، وتطمح المجموعة إلى مضاعفة حجم مبيعاتها في إفريقيا والشرق الأوسط بحلول عام 2021. وسينتج سيارات من طراز بيجو 208 المصنعة حاليا في سلوفاكيا بحسب فرانس بريس. وتم عرض نموذج لهذه السيارات أثناء الحفل، وبدأ المصنع بإنتاج محركات هذه السيارات منذ ديسمبر، وأجريت المراحل التجريبية كذلك خلال الأسابيع الماضية. ويرتقب أن يرتفع إنتاج المصنع لاحقا ليبلغ 200 ألف سيارة، وينتظر أن يشغل المصنع الذي استغرق تشييده 4 سنوات نحو 2500 شخص في مرحلة أولية. خفض بنك إنجلترا توقعاته بشأن نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0 خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما يسلط الضوء على مخاطر التجارة العالمية والمخاوف المتزايدة من البريكسيت بدون صفقة. وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي البريطاني أنه يتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري مسطحا، وذلك بعد نمو بنحو 0.5% في الربع الأول. وتعكس هذه التوقعات جزئيا تراجع المساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني من الشركات بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالربع الأول، والتي كانت تقوم بعمليات التخزين استعدادا للبريكسيت. وارتفع الطلب على الذهب بعد تلميح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال خفض معدلات الفائدة قريبا للمرة الأولى منذ عقد، مما أدى إلى تراجع الدولار وبالتالي جعل شراء المعدن الأصفر أقل كلفة. وجاء إعلان الاحتياطي الفيدرالي في وقت تبنت مصارف مركزية في أنحاء العالم نهجا يفضل إبقاء معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة بوجه اقتصاد دولي يواجه صعوبات. وقلق المستثمرين كذلك بشأن آفاق التجارة فيما تخوض الولايات المتحدة والصين نزاعا تجاريا. ويتزامن أيضا مع الأنباء بأن إيران أسقطت طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها اخترقت مجال لها الجوي، مما فاقم أزمة مع واشنطن وعزز المخاوف من اندلاع نزاع بين العدوين. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تقوم شركات النقل بمحاولات عديدة لاستخدام السيارات الطائرة لنقل الأفراد داخل المدن، لكن التاكسي الطائر لا يزال يواجه تحديات تقف أمام التطبيق التجاري.
وأطلقت شركة أوبر منذ 3 أعوام مبادرة أوبر أوليفيت التي تهدف إلى جعل خدمة النقل التشاركي عبر السماوات واقعاً بحلول 2023. واختبرت مدينة دبي في 2017 أول رحلة لتاكس طائر بدون طيار، حيث أطلقت شركة فولكو كابتر الألمانية طائرة مروحية صغيرة ذات مقعدين تعمل بالطاقة الكهربائية، وتتميز الطائرة بانخفاض نسبة الضجيج وطول مدة الطيران التي تصل ل 30 دقيقة وبسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.